هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. يسعد صباحكم عن جديد متابعي برنامج جوك، وأهلا وسهلا بجميع اللي انضموا لآخر فقرة في فقرات حلقة اليوم. يعني أكيد مثل ما بنعرف كلياتنا، كل العالم عم يمرق بأوقات عصيبة جدا وصعبة جدا على الكبار وعلى الأطفال تحديدا. يعني كنا دائما عم نحكي إنه الأطفال الله يعينهم بهالظروف، عن جد كيف متحملين الأهالي، كيف متحملين الأطفال، كيف متحملين. ويعني من بعد ما شوية رجعت هيك الدنيا يعني تاخذ مجراها الطبيعي وترجع إنه الأطفال يرجعوا على المدارس، ويعني أوقات الحظر كانت يعني أكيد قبل الساعة يعني بعد صار الساعة 6 وهيك، يعني كانت الأمور الحياة كانت حلوة، كانت عم نحس إنه خلص هالكابوس إحنا عايشين فيه وعم بينتهي. فجأة رجعت الأمور مثل ما كانت أول، ويعني زادت حالات الإصابات بفيروس كورونا وأثر كتير على نفسية الأطفال. لقوا حالهم مصدومين إنه لا عم نطلع مدارس ولا عم نروح على نشاطات مع أصحابنا ولا عم نقدر نخلط مع أصحابنا، بس قاعدين معظم الوقت ملتزمين البيوت وبلاي ستيشن وثابت وتلفزيون. فالأهالي لقوا حالهم أمام تحديات جديدة وصعبة إنهم يقنعوا أطفالهم بإنه هاي الأيام رح تكون إن شاء الله تعالى بس مؤقتة. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معانا استشارية العلاقات الأسرية والسلوك الدكتورة نريمان عطية. يسعد صباحك يا دكتورة وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكل العالم إنه هالجائحة يعني إن شاء الله تكون هاي بداية النهاية، خلاص يعني إن شاء الله إنها يعني وصلت لمرحلة إنه خلاص إن شاء الله رح تنتهي. والجو اللي عايشين فيه الستريس والقلق وبث الطاقة السلبية في كل مكان، يعني طبعا أكيد رح يأثر على الجميع. اللي القوي شوي رح أكيد رح يتأثر، يعني نكون واقعيين. بس إجمالا يعني هلأ خلينا نحكي عن الأطفال، طلاب المدارس وبالأخص اللي مراحل كمان الوعيين اللي هن المراهقين، أو إنه بالفعل عندهم مشكلة إنه هلأ تعلم عن بعد وضغوطات البيت ومش عارفين شو نسووه، بالمقابل انه الاهل نفسهم عندهم توتر وعندهم قلق. فايش نحن ممكن نقدر نحكي لهم انه يعني ايش ممكن تسووا للاهل؟ فبصراحه اول شيء نحن بدنا نقول للاهل انه انتوا البدايه لكل شيء، يعني انتوا بتنقلوا العدوى يعني لاولادكم، مش عدوى المرض، خلينا نحكي عدوى المرض الاكبر اللي هو القلق والتوتر والخوف. لانه نحن بنعرف شغله انه هذا القلق يعني ممكن انه يعطينا مضاعفات، اللي هو القلق العادي اول شيء في البدايه، بعدين ممكن يصير عندنا وسواس قهري، بعدين ممكن يصير عندنا يعني رهاب، خوف غير طبيعي، ممكن يصير عندنا صدمه. يعني هاي الصدمة ممكن في إنما بعد الصدمة في نتائج، فبتؤدي لاضطرابات نفسية. ونحن بنحكي كتير إشي مهم إنه لازم نعمل بيئة آمنة خالية من الاضطرابات والقلق وهذا الإشي للأطفال وللمراهقين. أنا يعني بحبش مصطلح المراهقين، بحب أحكي أنها يعني الناشئين اليافعين، فهمت علي كيف؟ فهذا الجو لازم نحن نوفر لهم إياه بعيد عن الاضطرابات بالصحة النفسية. يعني خليهم أشخاص قادرين على أنهم يتقبلوا المواقف اللي عم بصير معهم بحياتهم بطريقة يعني سهلة ومبسطة. من ضمن الأشياء اللي نحن نحكيها للناس اللي عندهم مشاكل في القلق، بنقولهم بسطوا يا جماعة، بسطوا الأمور، خلوها أقل، يعني خففوا. فالأهل لما بيكبروا الموضوع كبرها بتكبر وغيرها بتصغر، فلما يكبروا موضوع كتير 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 ويعملوا مشكلة فبتنتقل للأولاد وبصير عندهم خوف. وأنا من ضمن الناس اللي أول ما بدت الجائحة يعني شوي كنت كتير استرس في موضوع النظافة والأشياء هاي، وبالفعل كنت أنقل هذا الإشي للأطفال المحيطين فيي لدرجة أنهم خلاص بكفي يجلك تعقمي كتير، ماذا غير التعقمي يعني يصير ترشي وانت ماشي بالهواء. فإذا معناته نحن شوي لازم هيك نمسك أعصابنا أكثر، نبلش نقلل من هذا التوتر وبالأخص مع الأولاد داخل البيت في الأسرة. نقولهم للأمهات وللآباء يا ريت تخلقوا جو
بعيد عن جائحة كورونا. كيف يعني؟ طب دكتور احنا كيف بدنا يعني نقنع الطفل بانه هاي فترة مؤقتة رح ترجع حياتك الطبيعية؟ كيف احنا بدنا نقنعه انه الشيء ما بيخوف لما احنا هلا ما بنقدر ناخذ التليفونات والتابلت ونسكر على الفيسبوك وما يشوفوا اخبار وما يشوفوا اعداد وفيات كبيرة بتخوف الاطفال؟ يعني انا بعرف اطفال على الصعيد الشخصي دائما بيجوا بيحكوا انه انا بسمع شو بقولوا انه احنا رح نموت من كورونا، في عندهم خوف كتير كبير. يعني إذا واحد فيهم رشح أو صابته مثلاً مرض موسمي زي الإنفلونزا تلاقيه مية الخوف، يقول لك أنا يمكن معي كورونا، أنا يمكن رح أموت، أنا حرارتي عالية، بصير يقنع أو يقنع حاله بأنه في أمور عم بتصير معه رح تنهي له حياته. فكيف الأهل ممكن إنهم يساعدوا بأنه يلغوا الطفل عن التفكير بمثل هذا الأمور؟ يعني كورونا هو كله على بعضه وضع، يعني وضع عن جد سلبي. ما بدنا نحكي إحنا إنه إحنا عايشين حياة طبيعية، الحياة مش طبيعية، بس إحنا بصيرش ننقل هاي المشاعر لأطفالنا. بدنا منك أكثر تحكي لنا شو ممكن الأهل دور عليهم كتير كبير، كيف ممكن إحنا إنه حتى بدون ما نرهق الأهل كمان إنه ممكن يأثروا على أطفالهم بطريقة أي. ممتاز. حكيتي أول شيء دائما إحنا لما نشوف مشكلة عنا ما نعمل الحلول. طيب هلا أنا في البيت، نحن نقول الأسرة هي أسرة لها هالة، هاي الهالة ما مثلا لازم ما نخرقها، ما نطلع لبرا، داخل بيتنا. هلا أول إشي لا أخبار، يعني أنا في عندي مثير لما يجي الطفل يكون قاعد مثلا مع أبوه مع أمه وهني حاطين على الأخبار مثلا أخبار الساعة 8 صباحا، يا لطيف يا لطيف ناس مات ناس كذا في جرمة، يعني بيكون قاعد ومو شايف حاله طبعا، بس بيكون الطفل هو قاعد وشاد على حاله، صار بلش عنده إيش، صار عنده مشكلة. فإذا معناته نحن أصلا لا شعوريا ونحن عمالنا نحضر لغة الجسد والكلام كله، هذا عم بيعطي إيش إشارات للي محيطين بالخوف والقلق والرعبة وكل هاي الأشياء. فإذا أول مثير إنه أنا أخلق داخل البيت بلا أخبار، يعني بحكي للآباء للأمهات أرجوكم كم تسمعوا أخبار، يا بتحطوا سماعة بقولكم تسمعوا الأخبار، يا أما بتفوتوا على غرفة وبتفتحوا يعني التلفزيون بتحضروا أخبار. وأنا بفضل إنه الإنسان يبلش نهاره من الصبح ما يسمعش ولا إشي ولا إشي، يستمر كأنه عايش طبيعي، آخر النهار بيشوف إيش صار في مستجدات في الموضوع، لأنه إذا ضلوا يتابع الأخبار فمعناه ضلوا يشحن حاله سلبي، يشحن حاله سلبي، ضلوا يشحن حاله بالقلق والخوف والتوتر. هلأ هذا الإشي جدا كتير مهم، هي أول نقطة ممكن نحن نبعد فيها المثير بالنسبة لموضوع الأولاد، نخلق لهم جو طبيعي عادي كأنهم عايشين عادي. هلا نحن شوف لما يكون الطفل قاعد عماله بدوس عن تعلم عن بعد، بحب أحكيك إنه ما بخطر بباله أي المرض، ما بيخطر بال انه في كورونا وش زيك، فبكون قاعد مع المي بحكي ومبسوط داخل بالجو. تعالي مثلا احكي كلمه كورونا قدامه، رحت انت شو عملتي؟ عملتي له تذكير. فاذا معناته نحن التذكير اثنين مثير لموضوع الكورونا، كل ما تذكري ابنك معناته عملتي له رعب. فنحن بدنا نعملهم ايش؟ حاله من النسيان، ينسوا الجو اللي فيه كورونا، عيشوا جو طبيعي عادي، هن تعودوا مع التعلم عن بعد وبلشوا يعيشوا معه، عرفت علي كيف؟ بس كل ما مثلا ام قاعده الله أكبر أيمتى ما نخلص من هالتعلم عن بعد من كورونا، وجعتوا لي راسي كذا، فالأمهات أصلا فبرجعوا بشحنوا أولادهم بالرعب مرة تانية بأسلوبهم وتذكيرهم. هلأ كمان في إشي اسمه الدعم النفسي. الدعم النفسي لما أجي أدعم أولادي وأجي أتواصل معهم تواصل داعم بنسميه. كيف تواصل داعم؟ يعني مثلا طفل لما بده يعبر عن الخوف خليه يعبر إنه خايف، شو بحكي له أنا؟ ماما عادي أنا مثلك زمان صار مثلا قصة زي هيك وأنا خفت، وده طبيعي إني أنا أخاف، بس وين الشطارة إني أنا كيف أقدر أكون أقوى من الخوف؟ كيف أقدر إني أتحدى هذا الشيء؟ نحن لازم يكون عندنا إيمان بربنا، الله معنا، لا تخف إن الله معنا. نعملهم وازع ديني، نعزز عندهم الإيمان. وعلى فكرة جدا كتير مهم إحنا كلياتنا خلينا نكون واقعيين، هلأ حاليا في هذا الوقت عم تسمعي موت صح؟ بس وين؟ أشكال متعددة، حادث السيارة، اللي ما جلطة، اللي ما فيه إشي مات مش عارف كيف مات، وهذا ميت بالكورونا، وهذا ميت من مرض معين. بقطع عمر الأكسجين مثلاً. أيوة، فيعني الموت الموت الله يرحمهم يا رب. وبالفعل يعني زي ما بقولوا إنه نحنا عزت علينا الحال لأنه صارت قهرية، يعني إنه إنسان مش بإيده يعني صارت الشغلة. بنعرف شو ظروف الوضع، لكن بضل كمان الإنسان روح، يعني لو واحد قد ما يكون العمر بضل واحد بالنسبة له غالي عليه. فهلأ نرجع لموضوعنا اللي هو إنه نحنا نعمل لأطفالنا تواصل داعم وعادي، بنعملهم تعزيز، بنعملهم وازع ديني، ونخليهم يآمنوا إنه الموت بإيد رب العالمين، وإنه المرض
في له شفاء. والإنسان لما بده يقاوم المرض بده يقاومه بقوة إيمانه وبإرادته، تمام؟ فيعني هلا الإنسان عادة بقول لك الإنسان المصاب إذا كان عنده إرادة قوية بيقدر يتحدى المرض بيطلع من المرض، أما الإنسان اللي ما عنده إرادة وهذا بروح يعني بتعبه بصير عنده مضاعفات كتير وأشياء كتيرة. فالإنسان فالأشخاص لازم يكون عندهم قوة، وهذا الإشي تنقل لمين؟ الأولاد. يعني نقول الأباء والأمهات لما تكون الأم قوية وتقول عادي ماما ما في مشكلة، عادي ممكن نصاب بالمرض ونقاومه لا سمح الله، إذا لا سمح الله نصابنا بالمرض. وهي في ناس كتير دائما شوفوا أعطوا إجابات يعني إيجابية، هاي جيراننا مثلا نصابوا بالمرض وطابوا ما في مشكلة، أنا نصبت فيه طبعا والحمد لله رب العالمين. الله يخليك والله الله يسلمك، في آخر 2020. فإنه الإنسان يعني ممكن إنه ينصاب بالمرض وممكن إنه ربنا يشفيه لأنه ربنا هو الشافي. فإذا معناه دائما نعطي يعني أمثلة واقعية وفيها إيجابية، لا نعطي الأمثلة السلبية، تمام؟ فإذا الأهل هني بيقدروا ينقلوا هذا الشيء لأولادهم. بعدين في شغلة كتير مهمة إنه نحن الأولاد كيف نقدر نخليهم أو نشغلهم أو نبعدهم عن هاي الأشياء، من خلال إنه نفعل أشياء بدون ما ينتبهوا. كيف يعني نفعل أشياء بدون ما ينتبهوا؟ يعني مثلا أنا أولادي طول النهار قاعدين على الآيباد، على الألعاب الإلكترونية، وهي الأشياء مضرة لهم لأنه هلأ نحن في عنا مشاكل رح تطلع ناتجة عن هذا الشيء مستقبلا. يعني وأنا عندي بحث عملته على هذا الموضوع أنه رح يصير عندهم مشاكل جسدية من ضمنها السمنة، مشاكل في الرقبة، في العيون، في السماع، هاي الأشياء كلها. فإذا الأهل هني أهم إشي بالنسبة لأولادهم، عرفتي علي كيف؟ أهم إشي بالنسبة للأولاد. فعشان هيك أنا لازم إني أنا أحاول قدر المستطاع إني أبعدهم بدون ما أنا أنفرهم. كيف يعني؟ خاصة بعدين معاك سكر اللابتوب طول نهارك قاعد، فإذا شو بعمل عندهم؟ بدك تحكي شغلة؟ بدي أحكي لك إنه ما بنقدر، خصوصا هذا الجيل عنيد، ما بنقدر أبدا إنه إحنا نقول له أعطيني التابلت. في أسلوب أكيد. أيوة. يعني إحنا خلينا نحكي عن مثلا أو شو حكينا عن نقطة الأخبار، انه يبعدوا كليا عن الاخبار السلبيه قدام الاطفال. انا مثلا كبيره لغيت الفيسبوك من تحت راس الاخبار السلبيه اللي ورا بعض، انا تاثرت نفسيتي وانا كبيره مالك الاطفال. هلا احنا عم نحكي عن التابلت، التليفونات، الفيديو جيمز، ما في لا رواح ولا جيان عن اصحابهم ولا في مدارس ولا حتى العيال ممكن تستقبل كم مثلا من الاطفال يكون في المجموعات. وقلت بقول لك شو بدي كاني اعمل، ايش بدي كاني اعمل؟ أي هلا بدي أعطيك نصيحة. هلا شوفي كيف، أي إنسان إشي مغصوب عليه ما بعمله. أنت كبيرة هلا، حدا يغصبك على إشي بتنفذيه؟ ما بتنفذيه. هلا أول إشي نقعد مع الأولاد جلسة حوارية، نحكي مع بعض نحن وياهم. أول شيء جلسة دعم زي ما حكينا، تواصل داعم. بعدين بنتفق إحنا وياهم، والله إحنا مشكلة هلا عنا التعلم عن بعد، شو لازم ننظم أمورنا؟ فبنعمل جدول، نعمل تخطيط، تمام؟ بننظم الأمور إحنا وياهم، نحكي إحنا وياهم. هذا إذا كانوا كبار. أما إذا كانوا صغار نحن منخطط لهم حياتهم، منظم لهم وقتهم نحن بإرادتنا. هلا باجي أنا بحكي له بقوله في معك وقت، إحنا هلا لليوم كل يوم إلك ساعة مثلا، ساعة ونص على مثلا تلعب اللي بده إياه، يعني مثلا حدده. بتسلم مثلا لنفرض من واحدة للواحدة ونص للتنتين ونص، على التنتين بتبلش تذكر تذكير، انتهى الموعد في معك نص ساعة ضايل معك 10 دقائق، ضايل كذا، صار موعد تسلم هيك حبيبي الله يسعدك رائع ممتاز أنجزت. هلا لو سلم متأخر 5 دقائق بعاقبه مثلا، أنا بقول له أنت أصلا اتأخرت كمان 10 دقائق من الوقت، محروم منه بكرة. فهو شو بيعمل؟ فبصير هو شو بده يعمل؟ بقول هلا بكرة بده ينقص وقتي؟ لا، بصير يسلم على الموعد وهو بيعطيك الجهاز بكل هدوء. اتأخر بتعاقبي، ما اتأخر بتحفزي، إلك مكافأة مني 10 دقائق زيادة بيوم، مش كل يوم عشان نحن بدناش نكثف. هلا هاي الطريقة كتير كتير رائعة جدا. هلا بالنسبة لكمان في عنا شغلة تانية، أي سلوك سلبي بدك تطفيه لازم تفعلي مقابله سلوك تاني. يعني أنا إذا بدي أعدل أي سلوك عندي أنا بحتاج ل 21 يوم حتى أعدل السلوك، هذا إشي معروف قاعدة. هلا أنا إذا مثلا عند أولادي هذا السلوك يعني مش عاجبني، بحتاج مثلا 21 يوم على الأقل إني أغير تفكيرهم وأغير الوقت تبعهم اللي عملهم بدمنوا فيه، تمام؟ فإذا أول شيء بدنا نطول بالنا على هاي الشغلة. أنا بطول بالي كأم كأب إنه والله ابني مش رح يصير خارق من أول يوم ويرد علي. دائما بحكي شغلة أنا كتير مهمة، أنت مثلا هلا أنت زوجي يقول لك ممنوع تروحي عند أهلك شهر، شو بتقولي له؟
ما بقدر. بدي اروح هلا، بصير اشاكر. صح، وبعدين مش بس هي كمان، بس تقول له شهر كثير، شهر مش معقول، مش منطق. اما انت تعالي بلشي شوي شوي بالتقسيط، بصير ايش عنا، بوصل الموضوع اسهل. يعني ممكن تتقبلي يا بنتي هلا جيزاننا بهاي الايام ما بتصدق تطلع على ست البيت من البيت صراحه، بدك تروح عند اهلك، روحي اقعدي لك شهر زمان عادي. عادي هلا صار بدون مصدر. هلا فعشان هيك نحن بنمسك معهم ايش بالتدريج، بندرجهم وبنصير نعطيهم اشياء تانية يعملوها. جدا كثير مهم الاب والام لما يكونوا اشخاص قياديين في البيت، مفهوم القياده جدا كثير مهم. لما انا افعل اولادي انه نحن عباره عن اسره، افتعي كيف، عباره عن مجموعه كلياتنا مع بعض، ماشيين بنظام معين، منظومه بنسميها نحن في هذا، وكل واحد فينا له دوره، وكل واحد فينا له تاثيره وله بصمته في البيت. فروح انا بعطي ابوزع ادوار وبعمل مهام. هلا انا شو بعمل؟ مثلا نفرض انا بدي اخلي اولادي يشتغلوا مثلا على الاشياء مثلا الالكترونيه، انا اذا كنت اب باجي مثلا بحكي لابني يا الله شعبالي اعمل اكم من وار زريعه حلو هيك، ما تقولوا لي مثلا مكان وما مكان. الانسان يستطيع ان يخترق اي شيء، يعني ممكن اجيب علب صغيره هيك واجيب تراب اشتريه اجيبه من برا وازرع فيه، اجيب ابني افعزه يلا شو نعمل نسوي، واحطه مراقب للنبته اللي زرعناها، اصقيها، حط لها، اعمل لها، سويها. فانت شو عملت؟ حفزته بالوقت كثير ضيعت عليه. انا بدي اعطي مثال للامهات مثلا. انا مثلا اليوم يا الله جعبالي نظف خزاين المطبخ، مين الشاطره، مين كذا، ممكن افعل بناتي يلا اشوف مين فيكم ممكن ينجز المهمه اسرع، مين منكم راح ينجزها باتقان اكثر، وبصير احفزهم. طبعا جدا كثير مهم انهم يركزوا على شغله، ما يقولوا الاحسن والاشطر والانجح والاول لا احنا بدناش نفعل عندهم انا العب شيء، انا اشطر شيء، انا احسن شيء، لا نحن بدنا نحكي مين انجز مهمته بنجاح وبوقت اسرع. في ناس ممكن يعني ينجزوا المهمة لكن ما يتقنوا، في ناس ممكن ينجز المهمة وبإتقان. والأهم من هذا كله أسلوب التحفيز وأسلوب التعزيز. يعني مثلا لما أجي أقول يا الله أنت ما عرفتي تسوي الخزانة، أنا أحبطت البنت أو مثلا ما عرفت تسوي، أنا أحبطته. لكن لما أجي أنا أقول له على فكرة أنت كان إنجازك اليوم رائع، بس تعرف شغلة، بدي إياك المرة الجاي بالمهمة الثانية تكون أكثر تنظيم وتكون أكثر أو أسرع. هي اسلوب اكثر، ونعرف كيف يعني نختار الكلمات الصح اللي ما بتجرح الطفل، ما بتخليه يحس حاله انه هو مكتئب. دكتور احنا بس لضيق الوقت بدنا يعني اكيد الحكي معاكي بدوش فقره ضمن برنامج، بده برنامج بحاله بصراحه يعني فقره من هاي الايام ومعلوماتك المفيده. بدنا منك نصيحه اخيره للاهالي بهاي الفترات الوقت. يعني انا بنصحهم بصراحه انهم يعيشوا جو لحالهم، يعيشوا يعني عيش يومك، يبسطوا، يسهلوا الأمور، ما يعقدوها. بعدين الـ شو اسمه، الإيحاءات السلبية، لغة الجسد كلهم ينتبهوا عليها، التعزيز الإيجابي، التفكير الإيجابي، التعامل الإيجابي بين يعني الأولاد، والوفاق الزواجي، يتفقوا بينهم بين بعض، يعملوا لحالهم من شو اسمه مدونة السلوك في البيت، كيف يتعاملوا مع الأولاد، يعملوا برنامج، يعني كل واحد يعملوا له برنامج يحطوا له إياه قدامه. أنا عاملة برنامج هاي الأولاد أخواتي، لاحظي هون أفعلتهم في كل إشي. ليش؟ عشان يقدروا يعملوا توازن، ومن ضمنهم التوازن اللي هي الحاجات الستة، إنه الحاجات النفسية الروحية دين يعني، ونفعل وازع الديني ونحافظ على الصلاة، وكيف يعملوا أشياء مثلا يقرأوا قرآن، كيف يجيبوا يحكوا قصص الأنبياء، كيف القيام والأشياء زي هيك. بعدين الحاجات الجسدية يلعبوا رياضة، يتأملوا، هذه جدا جدا مهمة، التأمل والرياضة وهي الأشياء كلها بتسوي، والتنفس السليم بتعطي صحة سليمة. الجانب الغذائي يعني ياكلوا مثلا اشياء غذائيه مهمه، بعدين يبتعدوا عن اشياء مثلا فيها كافيين او اشياء مثلا تخلي الانسان يكون خايف اكثر، قلق اكثر. مهم جدا الفكري، خليهم يروحوا يبحثوا، جيبوا لهم كتب يا جماعه، خليهم يقراوا. اهم شيء الثقافه، الانسان لازم يتعلم كيف يكون مثقف. بترجى يعني بتمنى من كل المهات، مش بدي اقول بدي اترجاهم، انهم عن جد يفعلوا نظام القراءه، حتى لو قراءه عن طريق الالكتروني، يجيبوا لهم كتب قيمه تنميهم. هلا اصبحت التربية والتعليم والتنمية، يعرفوا مهارات حياتية يمتلكوها من هن صغار، كيف يقدروا يتواصلوا مع الناس، تمام؟ يعني الحاجات الاجتماعية، كيف يحبوا بعض، يتعاملوا مع بعض، المحبة داخل البيت، التربية بالحب، هذا جدا كتير مهم. والعلاقات الاجتماعية كمان ما ينسوا انهم عن طريق الالكتروني، انهم او الاتصالات الهاتفية، احكي مع عمتك، احكي مع خالتك، احكي مع جدك، عرفت علي كيف؟ هذا جدا كتير مهم انهم يعملوا توازن بحياتهم. اتمنى للجميع التوفيق، يعني الوقت أكيد داهمنا دائما.
يعني عن جد زي ما حكيت لك الحكي معك أبداً ما بيخلص، وما بده فقرة ضمن برنامج، أكيد بده كتير يعني فقرات، بده برنامج بحاله بصراحة أو حلقة بحالها. دكتورة استشارية العلاقات الأسرية والسلوك الدكتورة نريمان عطية، يسعد صباحك وشكراً جزيلاً لك على المعلومات. شكراً لك وصباحك أهلاً وسهلاً. متابعينا، إحنا بهيك رح نختم معاكم، يعني إن شاء الله يكون خفاف عليكم، ويعني أكيد نتشكر مندوبي طقس العرب اليوم وكل حالات يعني الطقس وحالة الطرق في مناطق متعددة من المملكة، وأيضا أتشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا اليوم، وأكيد ما تنسوا يعني إذا فوتوا الحلقة أكيد تقدروا تحضروها مرة ثانية على يوتيوب أو على فيسبوك، أكيد مرة ثانية رح تنزل خلال النهار ضمن فقرات، وأكيد ما تنسوا تطبيق طقس العرب اللي أكيد من خلاله تقدروا تعرفوا أخبار محلية وعالمية عن الطقس، وأيضاً أخبار يعني عالمية أيضاً بتخص الطقس يعني وحوادث بتكون مناخية. وأكيد ما تنسوا إذا بتحبوا أنكم تصوروا حالة الطقس من منطقتكم أنكم ترفقوها باسمكم، وأكيد ضمن تطبيق طقس العرب فقط تقدروا تنزلوا الصور. كنت معكم أنا سالي فريتخ، وبكرة إن شاء الله في حلقة جديدة على الساعة 7:30، ويا رب دائماً وأبداً بدعي ربنا يخلص هالكابوس على خير، ويعني ما نسمع عن كمان حالات، وأكيد خلص يعني ترجع حياتنا أحلى من أول، ما بدي أحكي من أول، ترجع أحلى من أول، وخلص نخلص من هالوباء وهيك يعني الكابوس كله، يمكن نغمض عين نفتح عين، لا الدنيا خلصت. دائما بدي ندعي ربنا يتلطف في فينا، وأكيد يعني يعني أكيد نفسيتنا كلياتها نفسيتنا تعبانة وبحاجة لطاقة إيجابية، ودائما أبدا بدنا نحكي دائما ديروا بالكم حالكم كثير منيح. بدي أتمنى لكم بقية النهار يكمل على خير، باي.